نروح معاكم دلوقتي لأهم التفاصيل الخاصة بالأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. وهنبتدي بالأخبار اللي قالت إن النادي الأهلي هيختتم تدريباته النهاردة استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بكرة إن شاء الله في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها إن شاء الله على ملعب الماكس. بيستعد الفريق إن هو ينتظم في معسكر مغلق النهاردة في اسكندرية وسط حالة من التركيز الشديد، واللي فرضها الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، ومعاه طبعاً سيد عبد الحفيظ مدير الكرة محمد يوسف المدرب العام. رفع الجهاز شعار لا بديل عن الفوز في كل المواجهات، وان المباريات اللي جايه في الدوري هي مباريات كؤوس ولا مجال للتفريط في اي نقطه. النادي الاهلي هيلعب 7 مباريات مهمه جدا وصعبه في نهايه الموسم، بيسعى اكيد ان هو يحصد منها كل النقاط ويتوج بالدوري. المباريات بقى المتبقيه للنادي الاهلي هي طلائع الجيش، انفي النجوم، الاسماعيلي، سموحه، المقاولين العرب والزمالك. شهد تمرين حراس المرمى منافسه ساخنه ما بين خماسي حراس المرمى اللي موجودين في النادي الاهلي شريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان تحت اشراف طارق سليمان مدرب الحراس.